ياسر رضوان من مواليد 22 من أبريل عام 1972 بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية. بدأ ممارسة كرة القدم في مركز شباب قريته، ونصحه شقيقه حين وصل إلى سن 15 أن ينضم مثله إلى ناشئي نادي بلدية المحلة، وظل في مرحلة الناشئين موسمين، وحين بلغ عامه 17 في عام 1989 صعد إلى الفريق الأول ليظهر ضمن الجيل الذهبي لنادي بلدية المحلة عام 1991، ويساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز في موسم 1992-1993، ويستمر معه لمدة 5 مواسم حتى عام 1996. انضم ياسر رضوان للمنتخب الوطني للشباب عام 1994، وسرعان ما انضم بعد ذلك إلى المنتخب الوطني الأول عام 1995، وخاض مع المنتخب 36 مواجهة وسجل 3 أهداف وشارك في 4 بطولات لكأس الأمم الإفريقية، ونجح في حصد لقب البطولة عام 1998 ببوركينا فاسو مع الجنرال الراحل محمود الجوهري. استطاع ياسر رضوان الحصول على لقب أفضل مدافع أيمن في كأس الأمم الإفريقية عام 1996 في جنوب إفريقيا رغم الأداء المتواضع للمنتخب في هذه البطولة، وانهالت العروض الاحترافية عليه ليختار الانتقال للدوري الألماني، حيث طلبه النادي هانزا روستوك، وبدأ رضوان اللعب في صفوف الفريق منذ موسم 1996-1997 ولمدة 6 مواسم شارك خلالها في 141 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى. وبعد أعوام من التألق والتوهج في الملاعب الأوروبية، قرر ياسر رضوان العودة لأرض الوطن عبر بوابة القلعة الحمراء، وبالفعل تعاقد معه المدرب الهولندي للأهلي آنذاك بونفرير، وخاض رضوان مع الأهلي موسمي 2002-2003 و2003-2004، لعب خلالهما 22 مباراة وأحرز 2 هدفين. حقق مع الأهلي 2 بطولة كأس مصر وبطولة كأس السوبر المحلي، ونظراً لكثرة العمليات الجراحية التي مر بها من قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف وغيرها، رحل ياسر رضوان عن الأهلي ليعود في أغسطس عام 2004 إلى ناديه الأصلي بلدية المحلة. وفي يوليو 2006 انتقل إلى النادي الأولمبي السكندري ليتوقف بعدها عن اللعب في عام 2007، ويقرر الاعتزال رسمياً وهو في عمر 35. وعقب الاعتزال اتجه ياسر رضوان للتدريب، وكانت البداية في أكاديمية النادي الأهلي بفرع المنصورة والشرقية، ثم انضم لمدرسة الكرة مع فريق 14 سنة، ثم عمل مديرا فنيا في قطاع الناشئين بفريق 18 و19 عام، وأحرز عددا من بطولات الجمهورية مع الفريق، ثم عمل مدربا بالفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي عام 2012 لمدة 2 شهر قبل التعاقد مع مانويل جوزيه في نفس الموسم، ثم عاد من جديد للعمل نائبا لمدير قطاع الناشئين. وفي 5 سبتمبر 2017 كرمه نادي هانزا روستوك باعتباره من أفضل اللاعبين الذين مثلوا النادي طوال مسيرته الكروية. إنه اللاعب الموهوب ياسر رضوان.